ده الفطار بتاع النهاردة، فول بيت من امبارح، بيضة، قهوة، زي الفل. تعال احكيلكوا على الكرسي دوت. انا عندي الكرسي ده، كرسي جلد، بس الترابيزة دي طويلة جدا، انا معيش يعني كل الكراسي نفس الطول، فالكرسي دوت بحط عليه بطانية من تحت اقعد عشان اعرف اطول عشان اعرف اقعد بس على الترابيزة مش اكتر. فبحط اي حاجة، تعالى بحط مخدة، احط بطانية، احط اي حاجة عشان اعرف بس اقعد هنا. الترابيزة طويلة شوية وبتقعد هدوم، عارفين دي ترابيزة ايه بالظبط. ف خدها نص ساعة وننزل نتحرك، يعني ننزل الجيم، نفتح الكمبيوتر، بنعمل ايه الصبح بدري وكده، بشوف ايه الشغل اللي ورايا. بعد كده اللي انا كنت عايز اعمله الصبح ان انا اقعد ممكن نص ساعة احاول اتعلم صيني على قد ما اقدر. عملت بلوج اسمه ذا بيرفكت روتين، فحاولت ان انا ايه اتعلم انجليزي، يلا اتعلم بس مش عارف ايه. ولكن انا كنت بدي نفسي اللي هو لازم تذاكر ساعتين، لازم تذاكر مش عارف ايه. فلقيت نفسي في الاخر مش عارف اعمل الشيء ده، فقلت طب ما تدي 10 دقايق اتفرج على فيديو بيقول لك ازاي تقول اهلا مثلا بالصين. توريك على طول دخل، يعني دخل على طول على اهلا بيك او هلو. سند العجله بتاع التليفون اتكسر للاسف من شهر كده او حاجه، فانا انا عايز اعمل فوتج كده حلو وانا ماشي بالعجله، بس للاسف مش موجود الاوبشن ده. في مزانه اللي هوريه لكم حالا ده بطلعه كل يوم بالعجله، مش بمشي كده، بس قلت اتكلم معاكم شويه لان انا احنا متاخرين جدا على الجيم. الميعاد بتاع النساء بيبقى الساعه 10، الساعه داخله على 9، المفروض اقعد ساعه في الجيم كده، فبما اوصل هناك فيها نص ساعه لسه، بس انا هحاول اجري بالعجله قد ما اقدر بحيث ان اوصل تلت ساعة، فيبقى عندي 40 دقيقة مثلا. فهسيبكوا واجري انا بالعجلة فوق احاول اوصل. لو كنت اقدر انا اصور فوتج انا ماشي بالعجلة كنت صورته والله، بس مع للاسف مش موجود. يعني هبقى اجيب السند ان شاء الله اخليها في الويش ليست بتاعتي. وصلنا خلاص الساعة 9:15، في 45 دقيقة تمرين كده كده. انا خلصت الكارديو بتاعي، هعمل كارديو بعد دوت عشان هروح البيت بالعجلة، ف لا يوجد ضرورة ان احنا نلعب كارديو جوا. ف الكاميرا مالها، في مالها تعبانة كده. فوت في اخر التمرين بحس بشدانة كده تقريبا، ف دمنا دي خلاص، خلاص فاضل 4 ساعات شوف الباقي. الساعة دلوقتي 10:15، يعني المفروض لما ربع ساعة خلص فيها، خلص فيها تمرينتين كمان، كل تمرينة كده 7 دقايق. زي ما شفت بالظبط هوصل نص نص العدة، 5 عدات، بعد كده بوقف ايد فوق كمل عيد تانية، خلص بوقف ايد التانية فوق كمل عيد تانية. دي التمرينة اللي عليها كابتن، فا هي لذيذة يعني، خلينا نكمل. نركب العجلة حالا ونروح البيت عشان ورايا شغل كتير. ف الصوت بتاع دي بيتحرك، هتتخلع خلاص، هتتخلع هتتخلع. يعني كنت ماشي وفجأة لقيت دي عمالة تترج معايا جامد، مش في أي حاجة تانية أعملها غير إن أنا أبطأ جامد العجلة وأحاول إن أنا إيه أخد راحتي. النهاردة عندي شغل كتير، ف أظن صعب أروح للعجلات يشوف لي البتاع دي. ممكن أحاول أصلحها في البيت أشوف إيه المشكلة، بس مش عارف، ما أظنش أقدر أشوف البتاع دي تتحل إزاي.
ممكن يكون في مشكلة في العلبة، مشكلة في بتاع البدازة نفسه، مش عارف والله. إن شاء الله هجيب ترايبود للتليفون أو للكاميرا يعني، عشان أعرف إن أنا إيه، أنا مش هتكلم معاكم هنلغي شوية، بس دلوقتي ماشي حالي كده، ماشي بسوق بيجي واحدة يعني. الساعة دلوقتي داخلة على 11، قعدت كتير أنا قصاد الجيم كده بريح عشان دخت في وجع بطن خفيف، ولكن ده أحسن بداية اليوم بدأتها يعني، أحسن الصبح أنا عدى عليا قبل كده يعني. حاسس إن أنا أنجزت كتير فات قريب. لا لا، انا جيت الساعة 2:30 حاجة زي كده، اشتغلت حبة حلوين، و يعني البروجكت بخلص فيه يعني، شوية شغال فيه لسه، ولكن انا قدامي تلاتة مش واحد، فالوقت بيضيع كل شوية. ولكن بواجه مشكلة في التركيز بشكل عام، لما بحس ان هو انا مش كوميتد قوي مش كوميتد، اقولها ازاي، حاسس ان هو انا عمال اجد ديستراكتد جامد، فاهم؟ اي حاجه عماله تشتتني. بعمل حاجه جميله قوي، مش عارف الناس اللي بتتفرج عليا في الفلوج ازاي عارفين الشيء دوت، هو 10 20 تقريبا يعني اصحاب دول، ولكن انا بستريم على منصه اسمها تويتش، فبستريم الشغل بتاعي، بستريم الايديتس بتاعتي، بس ممكن بس 9 ساعات 7 ساعات 8 ساعات، ولكن اتليست او على الاقل ببقى قاعد اتكلم مع الناس. في هوريكم دلوقتي فيس ريكوجنيشن بي ايت، في هنا دي الكاميرا الويب كام اللي انا بس من عليها، ده او بي اس، ده السيت اب بتاع اسمه ايه السورسز بتاعتي او بتاعت او بي اس يعني. ففي تاب هنا الشغل، بدوس على دي وكده، شايفيني صح؟ كده بستريم الشغل بتاعي وبستريم الحاجه بتاعتي. ده كله كان فويس اوفر، نص ساعه قطعته لربع لعشر دقائق، سوري 10 دقائق الاخر، الحته الاخيره دي نوتس اوكي، فهو 10 دقائق بالظبط، 10 دقائق و5 ثواني. ف بستريم الشغل بتاعي، بيبقى في ناس بتكلم معاها، بودي ده للشاشة التانية، دي مستميات، انا كده بستريم الشغل بتاعي بتكلم مع الناس وكده وبنهفن يعني. الستريم اللي فات كان اسمه بيتادين، وكنت بشتغل عليه، كنت بشتغل عادي جدا يعني، ف بتبقى طريقة حلوة لذيذة ان انا افضل مركز مع الشغل بتاعي، وفي نفس الوقت بيبقى في ناس برضو في المجال بتاع فيديو ايديتنج بيستفادوا برضو، او بنقعد نتناقش، بيستفادوا من اللي هم شايفينه، ممكن يعرفوا حاجه، ممكن اتعلموا حاجه، انا ممكن اتعلم حاجه منهم، فبنقعد نتناقش في المواضيع دي. ممكن نتناقش في اي موضوع عادي، مش لازم نتناقش في الحاجه اللي انا بعملها يعني، ده شيء اساسي. فعندي المايك بتاعي اهو ده انا بتكلم عليه، عندي الكاميرا، عندي الشاشتين، الشيء ده بيساعدني جدا ان انا اعرف اركز في الشغل. فانا هتابعكم مع البروسيس بتاع الشغل، لان ما اظنش انتوا عايزين تقعدوا معايا 5 6 ساعات تتفرجوا على حاجه زي كده. يلا بينا شويه اجي لكم اقول لكم وصلت ليه. تعالى اوريكم انا عملت ايه، قولوا لي رايكم. بص في دي كرياتين يا باشا. صباح الخير او مساء الخير، الانترو الفيديو اللي فات اتصور من اسبوع بالظبط، ببساطه جديده انا عييت جامد، عييت وكان ورايا شغل كتير والدنيا كانت مبهدله خالص، ف الدنيا باظت معايا. بس هدي هسه طلعنيش في اللوج، ليش هتطلع غصب عنك؟ نروح انت 20 صح؟ ايه؟ انت 20؟ قشطة انا معي.
قطة. الله يرسم حلو أوي. القصة دي اللي عجبتني فشخ صراحة. بشكل القصة بتتكلم عن واحدة بتحب المكان، ف